نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأكد المركز أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، موضحا أنه قد تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 لأكثر من 22 مليار جنيه. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على اتباع ضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2022-2023 وفقاً للاعتمادات المخصصة لها. وأعلن المحافظ خلال اجتماع مناقشة ضوابط الخطة الاستثمارية ضرورة مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية، ذلك بتحديد المشروعات المقرر تنفيذها هذا العام. وأكد محافظ شمال سيناء على ضرورة تحديد المشروعات ذات الأولوية وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا بعد استكمال المشروعات القائمة والهامة، وكذلك الاستفادة من الخطط السابقة بعدم التعامل مع المقاولين المتأخرين في التنفيذ عن المواعيد المحددة. قامت الحكومة بطرح كميات كبيرة من بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن. يأتي ذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة. بيض عندنا احنا بكيلو الطبق بتاعه 65 جنيه، بره بيتباع ب 80 وب 85 جنيه، فده فرق شاسع جدا. مدي للمواطن حريه انه يخش المجمع الاستهلاكي ياخد حاجته اللي هو عايزها، بدليل اقبال المواطنين. عندنا احنا مستلمين امبارح بالليل 1500 طبق، انت شايفه حضرتك اللي باقي ما يكملش حاجه، بالدليل يعني ده مؤشر ان المواطن فعلا حس بفرق السعر. نظرا لارتفاع اسعار السوق مثلا زي سلعه البيض، وصل السعر الخليجي ل 80 جنيه، كان لابد من تدخل الدوله لتوفير سعر البيض بسعر ارخص، فتم طرح يوميا 20,000 طبق من اسوان حتى اسكندريه. احنا النهارده بناخد 20,000 طبق في اليوم، 20,000 طبق في اليوم، هو بتيجي التريلات، تريله فيها 1050 بتتوزع على مستوى المحافظات والقاهره والجيزه، وبمنتهى السرعه فرشنا البيض واصبح موجود في كل المجمعات ب 65. نتحول الى البورصه المصريه، حيث تباينت مؤشرات بختام التعاملات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للجلسه الثانيه على التوالي، فيما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 وذلك وسط مشتريات محليه. وقد تراجع راس المال السوقي بنحو مليار و900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 622 مليار و307 ملايين جنيه. اما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9276 نقطه، واغلق عند مستوى 9237 نقطة، وقد متراجعا بذلك بنسبة 42%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1815 نقطة، واغلق عند مستوى 1824 نقطة، مرتفعا بذلك بقيمة 0.5%. وبالنسبة لمؤشر اي جي اكس 100 فالذي فتح عند مستوى 2664 نقطة ليغلق عند مستوى 2672 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 0.3%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و88 قرشا للشراء و18 جنيها و96 قرشا للبيع. اليورو سجل اليوم 19 جنيها و33 قرشا للشراء و19 جنيها و41 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيها و79 قرشا للشراء و22 جنيها و89 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتية 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمية مسجلة نحو 1723 دولارا للأوقية. أما محليا فقد استقرت أسعار الذهب، لتسجل الذهب عيار 18 نحو 846 جنيها، عيار 21 987 جنيها، عيار 24 سجل 1128 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7869 جنيها.
نذهب إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت فيها الأسعار في تعاملات متقلبة، وذلك بتأثير المخاوف من نقص الإمدادات وسط توقعات بأن يضعف وقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على الوقود. فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر بنسبة 77% ليصل إلى 1003 دولارات و99 سنتا للبرميل. كما ارتفعت أيضا خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 87% ليسجل 95 دولارا و52 سنتا للبرميل. أيضا أسعار المازوت ارتفعت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3 دولارات و43 سنتا للتر. كما ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 3.45% لتسجل 8 دولارات و58 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. نتحول إلى اليابان، حيث قال مجلس الوزراء الياباني إنه متوقع أن ترتفع أسعار المستهلك الياباني بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية، وذلك لأسباب أهمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكذلك تداعيات انخفاض قيمة الين. وقد توقع مكتب مجلس الوزراء الياباني زيادة أسعار المستهلك بنسبة 1.7% بالنسبة للسنة المالية 2023، كما يتوقع كذلك أن تصل أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة الأخرى لنسب مرتفعة. في الولايات المتحدة الأمريكية، قال وزير الخزانة الأمريكية الأسبق إن مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مواصلة مسار تهدئة التضخم والذي بلغ أعلى مستوى له في 4 عقود. هذا ومن المتوقع أن يوافق البنك الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للأسبوع الجاري بعد زيادتها في يونيو بأكبر قدر منذ عام 1994. دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة لوفت هانزا الألمانية للطيران موظفي الشركة العاملين على الأرض إلى إضراب في إطار نزاع على الأجور معلنة تأخير وإلغاء رحلات. ولم تحدد مجموعة لوفت هانزا وهي كبرى شركات النقل الجوي الأوروبية تداعيات هذا التحرك على المسافرين في وقت يعاني منه الركاب من انتظار طويل في المطارات وكذلك إلغاء رحلات كبيرة بسبب نقص في الموظفين. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإلهام وأميرة إليكم. شكرا لك.